وبرضو بالمناسبة عايزين نقول ألف سلامة للاعب الوداد عبد الله حيمود بعد إصابته بالزايدة وإجراءه لجراحة عاجلة طبعا كابتن محمود الخطيب وجه بزيارته والاطمئنان عليه وبالفعل كابتن سمير علي زار هذا اللاعب واطمئن عليه وتمنى له طبعا الشفاء العاجل وكذلك احنا كلنا الحقيقة بنتوجه لي بالدعوات بالشفاء العاجل بإذن الله كلمت